المركز الوطني للأرصاد استمراراً لهطول الأمطار الرعدية من المتوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير. وأشار المركز إلى تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة. كما أكد المركز الوطني للأرصاد مراقبته عن كثب تشكل الحالة المدارية في بحر العرب، مشيرا إلى احتمالية بقاء الحالة كمنخفض جوي خلال 24 ساعة القادمة وتعمقها بدءا من السبت لتصبح منخفضا مداريا مع استمرار تأثيرها داخل البحر أو داخل بحر العرب.